أنا من قرية جنديرس، من مدينة جنديرس. فوزي عبد الرحمن أبو محمد. بالنسبة للصيد، كل يوم الصبح بننزل ونلم الشبك وبنرجع بنبني. كل يوم الصبح يعني بشكل يومي. بالنسبة لأنواع السمك، في البوري والكرسين والكرب. البوري حاليا يعني بالوقت الحالي 20، والكرسين ب25، والكرب ب50، يعني بنعطيه للتاجر يعني. والكميات ما بنقدر نحدد، هذا رزق من الله يعني، نهار بيطلع نهار ما بيطلع يعني. ما في صياد بيقدر بيحدد يعني. والله أنا هاوي صيد قصبات يعني بالسنارة. من 3 سنين هورت على الماتور، انكسرت، حطوا لي صفايح بزري هون، ما عاد أقدر أشتغل يعني، وما عندي معين غير الله. فعندي عدة حداد بعتها وفصلت القارب هذا والشبكات، اشتريت شبكات وصرت أشتغل بالصيد، سويتها مهنة يعني. كانت أولي هواية، صارت هلق مهنة.